بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه معجزة تثبت صدق النبي عليه الصلاة والسلام بلغة العلم. أخي الحبيب، اليوم يبدو طبيعيا عندما نجد معدلات الأمطار وحالة الطقس وكمية نزول المطر على بقاع محددة من الأرض ومعدل الأمطار العالمي، كل هذه الأرقام اليوم تبدو طبيعية، ولكن قبل 14 قرنا أو أكثر، يعني في القرن السابع الميلادي عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البيانات لم تكن متوفرة. كان الاعتقاد السائد أن هناك مناطق ينزل عليها المطر، هناك مناطق جافة مثل صحراء الجزيرة العربية تعاني من قلة الأمطار، وقد يظن البعض أن الأرض كلها هكذا. بالنسبة لمن لم يرى تركيب الأرض في ذلك الوقت وتوزع الأمطار هنا وهناك، قد يظن أن المطر إذا نزل في مكان سينزل على كل الأرض، وإذا حدث جفاف في مكان يظن أن الجفاف يحدث في كل الأرض، أو يعني يقولون هذه السنة هناك أمطار غزيرة، في سنة التي بعدها الأمطار قليلة. هذا هو المفهوم الموجود. طيب النبي كيف تعامل مع هذه القضية الدقيقة أيها الأحبة؟ طبعا ربما يعجب البعض أن النبي لم يترك شيئا إلا وأخبرنا عنه، وبخاصة في مجال الحقائق العلمية أيها الأحبة. اليوم وكالة الجيولوجيا الأمريكية الوطنية USGS، هذه الهيئة تقوم بإحصائيات سنوية لمعدلات الأمطار، فتجد أن منطقة تعاني من جفاف بالفعل، منطقة أخرى فيها أمطار غزيرة، ولكن عندما حسبوا كمية المطر التي تنزل على الأرض، على الكرة الأرضية، كل عام شبه ثابتة. يعني صحيح يحدث هنا جفاف، ولكن الماء ينزل في مكان آخر، وعندما ينزل الماء هنا بغزارة تجد أنه في مكان آخر هناك جفاف. يعني دائما يتوزع هذا المطر ويتم تصريفه بنظام معين. واليوم هناك خرائط الحقيقة تظهر لك المناطق الممطرة، المناطق الجافة، المناطق المعتدلة، المتوسطة المطر إلى آخره، ولكن المجموع العام يعني خلال سنة كمية المطر التي تنزل، كمية الماء التي تنزل شبه ثابتة، هناك معدل وسطي ثابت. طيب هذه القضية لم يكن أحد على وجه الأرض يعلم شيئا عنها قبل العصر الحديث وانتشار العلوم، وبدأ العلماء يضعون أسس علم المناخ الحديث وعلم الطقس وغير ذلك، بدأت تظهر معهم هذه الأمور وعلم الجيولوجيا وغير ذلك. طب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ انظر معي أخي الحبيب، سأقول لك الحقيقة العلمية وسأقول لك حديث النبي، يعني وانظر أيهما أكثر بلاغة. الحقيقة العلمية تقول إن كمية الأمطار التي تنزل سنويا هناك معدل شبه ثابت سنوي لنزول المطر، يعني الكمية التي تنزل هذا العام تساوي تقريبا العام الماضي، تساوي العام الذي قبله، ربما تتغير عبر مئات أو آلاف السنين قليلا يعني بتدرج، ولكن المعدل العام شبه ثابت. طيب الشيء الثاني يقول لك سبب ذلك أن الأمطار هذه تتوزع بطريقة معينة، يعني المطر لا ينزل كله في مكان واحد، ولا يحدث الجفاف دائما في مكان واحد، قد يحدث جفاف سنة سنتين ثلاثة سبعة، ولكن يعود المطر فينزل في هذا المكان، يحدث جفاف في مكان، إذن هناك نظام لتصريف هذا الماء
كأنك أمام شبكة من الماء وتتصرف هكذا، تصرف توزع عبر الأرض. إذن الكمية ثابتة. ثانيا هذه الكمية يتم توزيعها بطريقة معينة بنظام ثابت. طيب النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول، طبعا هذا الحديث تم تصنيفه أحيانا على أنه ضعيف أو أنه مرسل أو أنه كذا، بسبب يعني الناس لم يكن لديهم معرفة علمية كافية. هذا الحديث أيها الأحبة ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عام بأمطر من عام، ما من عام بأمطر من عام. طيب الناس هنا يتفاجؤون، طيب السنة الماضية لم تنزل أمطار نهائيا، السنة الحالية نزل مطر. طيب وبخاصة في الجزيرة العربية، يعني كان هناك تقلب في الطقس وجفاف وأمطار أحيانا. فماذا قال لهم في الجزء الثاني من الحديث؟ ولكن الله يصرفه أو يصرفه صلى الله عليه وسلم، يعني يصرف هذا الماء أو يصرف هذا الماء، يوزعه كيف يشاء، ولكن هي الكمية الثابتة، ما من عام بأمطر من عام. طيب بالله عليكم أحبتي في الله، يعني أنا كإنسان عاقل، أنت تشكك بهذا النبي وتقول لي هذا النبي يكذب، هذا النبي اخترع دينا جديدا، هذا النبي كذا وكذا وكذا. طيب ما الذي يدعو هذا النبي الكريم أن يتحدث في قضية علمية لن تقدم شيئا له في زمنه؟ يعني الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم، يعني هذا الحديث لم يجعلهم مثلا يقدسون النبي أكثر، هذا الحديث لم يقدم له مال ولا شهرة، ولم، بل بالعكس يخالف العقول في ذلك الوقت، يخالف الثقافة السائدة في ذلك الوقت. يعني لا أحد كان يصدق في زمن النبي أنه ما من عام بأمطر من عام. كيف يصدقون أن كمية الأمطار ثابتة على الأرض؟ وبخاصة أيها الأحبة أن معظم الأمطار تنزل على البحر، لا تنزل على اليابسة. لاحظ معي أخي الحبيب. وبالتالي هنا يعني أنت عندما تنظر لكلام النبي عليه الصلاة والسلام حياديا بشكل حيادي، تقول ماذا استفاد النبي من هذا الحديث؟ ولا شيء. طيب من أين جاء بهذه المعلومة؟ لا نعلم. من أين علم عليه الصلاة والسلام أنه ما من عام بأمطر من عام؟ طيب هل الإغريق، اليونان، الصين، الهند، الرومان، الفرس كان لديهم هذا العلم؟ لا. طيب من أين جاء به ولماذا يتحدث به؟ طبعا أقول لك أخي الحبيب التفسير البسيط جدا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تفسير بسيط جدا غاية في البساطة، أن الله هو الذي أوحى له، وأنه بالفعل رسول صادق في دعوته صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة أنا أنصح الناس بتدبر هذه الأحاديث التي تتناول قضايا علمية، لأنها تثبت إيمانك أكثر، كذلك لنثبت به فؤادك. المعلومة عندما تأتي بهذا الشكل تثبت فؤاد الإنسان، تجعلك تعتز بهذا الدين الحنيف، تجعلك تثق أكثر، تطمئن أكثر، تؤمن أكثر. الإيمان يزداد وينقص، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لذلك أيها الأحبة نحن بحاجة اليوم لمثل هذه الأحاديث النبوية العلمية، ولو أن بعض العلماء صنف هذه الأحاديث على أنها ضعيفة، ولكن هي غير موضوعة. هذه الأحاديث لم تصنف على أنها موضوعة، لا، بعضهم صنف هذا الحديث أنه مثلا قول صحابي وليس قول النبي مثلا،
أو أنه ضعيف أو كذا، ولكن بما أنه موجود في التفاسير وموجود في كتب الحديث، وكلمة ضعيف هنا لا تعني أنه موضوع، هناك فرق. أن تنسب كلاما للنبي لم يقله، وبين أن يكون هناك حديث لديك في سنده مثلا ملاحظة معينة، بعض العلماء لاحظ ملاحظة معينة في سند هذا الحديث فيه، فربما يعني وضع إشارة هكذا أنه مثلا حديث ضعيف أو كذا. وكثير من الأحاديث، أنا أقول لكم أيها الأحبة، التي صنفت أنها ضعيفة وجد فيها إعجاز علمي، وجدت مطابقة للحقائق العلمية اليوم. لذلك أنا أيضا أدعو هنا، بدلا أدعو الأحبة الذين ينتقدون الأحاديث الصحيحة التي تعب العلماء كثيرا في تصحيحها، البخاري ومسلم وغيره، أدعوهم أن يبحثوا في الأحاديث الضعيفة بدلا من أن ينقضوا الصحيح. يعني 1400 سنة والعلماء وصلوا إلى آلاف الأحاديث الصحيحة الثابتة المنطقية، وتتفق مع العلم وتتفق مع المنطق، ولكن قد لا تتفق مع دماغك أنت يعني. فبدلا من أن تشكك وترفض وترد حديث النبي، لا، ابحث في هذه الكنوز النبوية. هناك مئات الأحاديث صنفت على أنها ضعيفة، ولكن حقيقة العلم يؤيد صحة هذه الأحاديث، كما في هذا الحديث: ما من عام بأمطر من عام. حديث علم بنسبة 100%، ولكن الله يصرفه صلى الله عليه وسلم. والله أيها الأحبة، لا نملك إلا أن نقول عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.